قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. سجل امتحان إثبات المستوى للتلاميذ المسجلين في تكوين عن بعد في يومه الأول عدة اختلالات كعدد الغيابات التي تقارب 40% وتسجيل حالة غش بين الممتحنين. المزيد من التفاصيل مع هاجر زيلف. إثبات المستوى هو الامتحان الذي يختتم به الموسم الدراسي لصيغة التعليم عن بعد، شهادة يبدو أنها ليست من اهتمام حتى المترشحين نفسهم، فقد تغيب عنها اليوم أزيد من 40% من المسجلين الذين يبلغ عددهم 11,000 تلميذ في الطورين المتوسط والثانوي. إثبات المستوى هو امتحان ينظمه الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد كل سنة بمساهمة مديرية التربية على مستوى الولايات. في هذه السنة عدد المترشحين على مستوى مديرية التربية الجزائر الشرق هو 11,119 مترشح في التعليم المتوسط والتعليم الثانوي في مختلف الشعب. عدد المترشحين هو 385 مترشح. نسبة الآن الحضور في الفترة الصباحية كانت 60%. يعكس فئة من الشباب اللي الآن أحلامهم ورؤاهم لا يأخذونها بجد. تجاوزات عديدة ميزت امتحانات إثبات المستوى في يومها الأول، وعلى رأسها تساهل في مراقبة الممتحنين كما يوضحه المترشحون. كان هي رصبصة ماشي مشددة، يغمضوا عليهم فافايس ويحلوا عينيهم فافايس. كاين فايس على بالهم بلي صعاب، تسمى ما قريناهمش حنايا. يغمضوا عينيهم. وما هما يعسوا، سيرتو هذوما اللي فيهم لتحتها، وما يطلقوها. حتى كي يشوف هذاك المدير جايز ولا، يدير لك الأساتذة الذين أوكلت لهم مهمة الحراسة نفوا بشكل قطعي السماح للمترشحين بالغش. والإجراء كان في منظم وإجراءات حسنة، يعني لا يوجد أي إشكال، لم يشهد أي هناك حالات غش أو أي تمرد في هذا المركز والحمد لله. الجهات الوصية تؤكد على الشفافية التي تتبع سير الامتحانات، والمترشحون لا يولون اهتمام مثل هذا الامتحان الذي قد يغير مسار حياتهم، مما يجعل هذه الصيغة على المحك. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.